هيا قول لي بالله عليكم، هذا اللي يقول لك احنا يا ما تديروش الانتخابات مع العصابات، وش يقولوا على الحركه الوطنيه والمجاهدين اللي كانوا يدخلوا الانتخابات في زمن فرنسا في المجالس الجزائريه اللي كانت تسيرها الاداره الفرنساويه. اداره الفرنساويه. مصطفى بن بولعيد شارك في الانتخابات في 1948 وزورت عليه واعطيت النتيجه لواحد موالي للاستعمار الفرنسي. ومع ذلك القادة تاع الأوراس أعطاو أمر للمناظرين بايزيدو عاودوا يدخلوا الانتخابات في 1951 رغم علمهم بأنها مزورة من طرف الإدارة الفرنساوية رغم علمهم بذلك. فلذلك يعني هذه مسألة الكفاح والمقاومة عن طريق الانتخابات هي مسألة تاع فهم، كل واحد وعنده رأيه، كل واحد عنده وش قانع. احنا قانعين وقدوتنا هو مصطفى بن بولعيد. احنا في ولايه المسيله عندي للان بطاقات نتاع مجاهدين بعد ولاو شهداء، بطاقات باسمائهم وبعض منهم العوايد تاعنا، بطاقات باسمائهم مشاركين في الانتخابات قبيل الثوره التحريريه. وكي جات الثوره كانوا هما ابطال وكانوا في الثوره، بعض منهم راهم شهداء، بعض منهم ترموا في بير وقتلوا. احنا قدوتنا يا اخويا الحركه الوطنيه، قدوتنا المجاهدين، احنا نشارك في الانتخابات وتتحسن كل يوم تتحسن. واحنا هذا التقرير اللي قدمه سي عبد العالي هو من اجل التحسين، من اجل بار الانتخابات الجايه ما تكونش كما هذه. انا نحسن وانا نكافحوا، ولو كان ماناش نكافحوا ماناش موجودين وماناش نهضروا في هذا، رانا انتهينا كان كيفنا وكيف احنا واحزاب اخرى نفس الشيء.